دعا المشاركون في مؤتمر حوار الأديان والثقافات إلى إنشاء لجنة علمية دولية للحوار البناء للعمل على منع نشوب الصراعات المسلحة وحل القضايا العالمية والتعايش السلمي مع الآخر. جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي العام 31 للشؤون الإسلامية والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان حوار الأديان والثقافات. حوار الأديان والثقافات مؤتمر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نسخته 31 وبرعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليدعو لحوار بناء وهادف يحل محل لغة الصدام والاحتراب لتحقيق الأمن والسلام المجتمعي والإنساني. أتوجه باسمي وباسم حضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله على تفضله برعاية هذا المؤتمر الذي جاء استجابة لدعوة سيادته لحوار دولي ينطلق من منطلقات المشترك الإنساني ويحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والمجتمعات. قضيتان مهمتان يبحث عنهما العالم اليوم وهي السلام والسلم والأمان، وهذه لا تتأتى في عالم متنوع إلا حينما يكون هنالك جلوس في موائد للحوار والتوافق على أساس العيش بسلام في العالم أجمع. ضم المؤتمر مجموعة من كبار المفكرين ورجال الدين فضلا عن رؤساء الهيئات والمنظمات الإسلامية والعالمية لصياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي يقر بمبدأ المواطنة والتعريف بأصول فقه المعاملات والتفاوض بين الدول من خلال ترسيخ لغة الحوار. ما من حضارة في التاريخ قامت على الانغلاق العرقي أو الديني إلا تسارع إليها التفكك والانهيار نتيجة لصدامها مع غيرها، مما يؤكد أنه لا استمرار ولا ديمومة إلا للحضارة المنفتحة القائمة على التعاون الإنساني. مواجهة الفهم الخاطئ للدين ونبذ خطاب الكراهية والتعصب والبحث عن فكرة لإنشاء مركز دولي للحوار الثقافي يعزز من قيم الحوار محاور ثرية تشملها جلسات المؤتمر. إذا كان رجال الدين مطالبون بتبني خطاب ديني مستنير يحارب العنف والتطرف والتعصب فلا بد أن يدعمه نظام تعليمي يؤكد ثقافة التسامح وقبول الآخر وسانده خطاب إعلامي وثقافي عقلاني. ودين السلام دين شأن وشأن المسيحية هو قيادة لهذا، إن إحدى النقاط المشتركة للإنسانية كإنسانيين هي الحب والسلام، ولذلك فإننا لدينا التزام أن نعيش في سلم وأن نحب بعضنا البعض. هذا وتم التأكيد خلال المؤتمر على أهمية أن يكون للحوار منهجا تعليميا يرسخ من فكرة إدراك معرفة فن الحوار للوصول إلى الغاية المرجوة دون اختلاف. تعزيز لغة الحوار وتطويره وترسيخه تجعل منه نقطة تحول مهمة مبنية على القواسم الإنسانية المشتركة، تؤكد على أهمية الحوار الفعال بين الأديان والثقافات لنبذ العنف والتطرف. أحمد سعد الدين، النيل.